اكتر مشكله في الدنيا التكاتك والموتوسيكلات؟ انا بسوق مكنه بلاقيهم بيطلعوا من كل حته، انا كمكنه مش عارف اتعامل معاهم. يعني جميع العربيات بيخافوا من المكنه، احنا بقى كمكنه مش عارفين نتعامل مع التكاتك. كل حاجه بيعدوا غلط وبيمشوا غلط وواخدين الطرق غلط، كل حاجه بيعملوها غلط في غلط. بالنسبه للتوك توك لازم يتعمل له نظام، لان اللي راكبينه شويه عيال صغيره وما بيش يحترموا لا مرور ولا بني ادمين ماشيه في الشارع ولا اي حاجه خالص. هكذا بدت الآراء بشأن تواجد توك توك أو وسائل المواصلات البديلة جنبا إلى جنب السيارات الملاك والأجرة على الطريق، فقد لاقى التوك توك منذ ظهوره كوسيلة مواصلات استنكارا كبيرا من قبل خبراء الأمن والسلامة، مثلما لاقت دراجات نارية باعتبارها وسيلة غير آمنة. حتى استطاع التوك توك أن يفرض نفسه كأمر واقع نظرا لإشباعه لحاجة قاعدة عريضة في بعض المناطق. ظاهرة المرض بمراحل عديدة، بداية من عدم الاعتراف به تماما حتى تقنين الأوضاع، ولكن هذه الفئة ما زالت ترى الأمور من منظورها الخاص. جاءت قرارات وزارة التنمية المحلية بشأن استخراج تراخيص للمركبات المعطلة ومنع سير التوك توك في الشوارع الرئيسية بمثابة محاولة من الوزارة لتقنين أوضاعه، ولكن سائقي التوك توك ما زالوا يشعرون بأنهم غير معترف بهم. أحسن في حاجات كتير، حاجات كتير، يعني في ناس كتير أو بتجينا من برة غريبة بيعملوا حاجات إحنا اللي بنشيلها، بس يعني أما يترخص هنا يبقى أحسن لينا. احنا عاوزين حاجه اساسيه، حد عمل مشكله انت تعرفي تاخدي حقك واحنا ناخد حقنا، بدل كل التكاليف كلها شبه بعضها. ده انت ما ترخصيها بقى ليه رقم هيتمسك من غير رقم واحد يتسال حضرتك؟ ده مش ترخيص مرور، ده ترخيص حي، عشان مثلا حد سرق حد اتعمل، ده حي مش مرور. لما يرخص مفيش اي عيل صغير يركب، يعني كلها تبقى شباب، فاهم قصدي؟ يعني يبقى اللي معاه رخصه بس اللي يسوق، وفي ناس بتيجي من الجيزه هو ده احسن، احسن بكتير، عشان لمت مسؤولين وشباب بتشرب ستروكس وفي ناس نظيفه، فاهمه؟ هو لا في ناس ولا بتاعت مشاكل ولا بتاعت حاجه، وفي ناس برده كبيره ولا بتفهم في حاجه، فاهمه؟ عدتك خدت تجيب الجنيه فقط لا غير. يعني احنا مرخصين وكل حاجه، بس برده بنمشي على الشوارع الرئيسيه وبندفع غرامه. يعني انا مرخص معايا لوحات ومعايا رخصه قياده وانا معايا رخصه خاصه، بمشي مثلا في شارع شبرا بدفع 1500 غرامه، طب ليه ما انا مرخص؟ شكاوى سائقي توك توك تنبع من عدم شعورهم بالامان وانهم محط اتهام طوال الوقت، ما دفعهم للمطالبه بقوانين رادعه تفرق ما بين المخطئ وغيره وتحفظ لهم حقوقهم. بسنت اكرم، النيل. إذا مشاهدين حاولنا في هذا التقرير عرض وجهتي النظر، وجهة النظر الخاصة بسائقي التوك توك ووجهة النظر الخاصة بمستخدميه، وربما الجانبان خلصوا إلى أن إجراءات التقنين تأتي في صالح الجميع. بما أننا نتحدث عن وسيلة تنقل هامة انتشرت بشكل كبير، يكفي أن نقول أن ما يقرب من 24 مليون مواطن في 27 محافظة يستخدمون هذه الوسيلة، وعدد السائقين في هذا المجال وصل إلى 2,800,000 سائق، لكن المرخص منهم 111,000 فقط. إذن لماذا إجراءات التقنين وفوائد إجراءات التقنين في هذه المرحلة؟ هذا محور نقاشنا مع ضيفنا الأستاذ محمد الكومي عضو مجلس النواب. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. نتكلم عن ظاهرة السيئة فيها تعم، يعني واحد من السائقين في هذا التقرير قال بما يشبه ذلك في مضمون، أنه أي خطأ بيرتكب بيعم عليه ويضره كسائق قام بترخيص مركبته وملتزم بقواعدها وخطوط سيرها. بشكل عام إجراءات التقنين ليه إحنا محتاجينها دلوقتي؟ تمام. أولا كل سنة حضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير وبصحة وسلامة. طبعا سنين هو موضوع التوك توك طبعا أصبح مشكلة ولابد من حلها. التوك توك دلوقتي بقى موضوع يعني فرض نفسه خلاص، وبقى موضوع مهم جدا، أو بقى وسيلة مواصلات مهمة جدا بتهم تقريبا كل المصريين. الأصوات اللي بتنادي ان احنا نلغي التوك توك او كده، ده اعتقد ان ده بعيد عن الواقع خالص. في 3 مليون شاب مصري بيرزقوا من هذه الوسيله، في زي ما حضرتك بتقولي 27 مليون مواطن مصري بيستخدموا هذه الوسيله. 24 مليون او 24 مليون
عندنا مناطق عشوائية يعني صعب التنقل فيها بالوسائل المواصلات المعروفة أو المتبعة، فأصبح التوك توك يعني يعني أصبح خلاص لابد منه، يعني يعني خلاص إحنا قدام واقع لازم بقى نواجهه. نواجهه مش عايزين نحط رأسنا في الرملة زي النعامة، نواجهه إن إحنا نبتدي نفكر إزاي نقننه. التوك توك نتج عنه أو ظهور ظاهرة التوك توك وهذه الوسيلة نتج عنها مشاكل كبيرة جدا. يعني صحيح. يعني هنقول لك إن هو سحب العمالة المدربة من المصانع ومن حتى الفلاحين المهرة من الورش، كل ده واقع فعلا. يمكن هم شافوا فيه الوسيله الاسهل لكسب الرزق طبعا، لان طبعا الشاب دلوقتي في التوك توك في اليوم بيعمل 250 جنيه 300 جنيه، هيشتغل صنايعي في ورشه ولا يقعد على مكنه ولا يزرع هياخد له 100 جنيه ولا 50 جنيه. فاصبح طبعا فعمل طبعا ان هو سحب الايدي العامله الماهره من السوق العماله المصريه، ودي اكبر مشكله، أكبر مشكله تسبب فيها التوك توك. نمرة اتنين ان نتيجة عدم وجود ترخيص فابتدى يسوق التوك توك افراد طبعا ممكن تحت سن ال 15 سنة و 14 أطفال. وبالتالي هما غير مسؤولين، فبالتالي نتج عنه حوادث، اصبح بيسوقوا بعض الخارج عن القانون او اللي عليهم احكام او اللي هما بيخالفوا القانون، فابتدى يحصل مخالفات ويحصل حوادث. عملت شبهة لهذه الوسيلة وعملت شبهة لكل بقى زي ما بيقولوا السيئة بتعم لكل اللي بيشتغلوا في هذه المهنة. فاحنا لازم نواجه المشكلة دي، لازم نحل بقى المشكلة دي، بحيث ان احنا المشكلة دي تسببت او ظهور التوك توك ده تسبب في مشاكل معينة، نبتدي بقى نحل هذه المشاكل. انا ليا وجهة نظر في اولا لازم مبدئيا كده لازم نقنن التوك توك. يعني الطلب او ما قام به وزير التنميه المحليه من السعي وتجديد انه يجب ان يكون في اجراءات لترخيص التوك توك، دي حاجه مهمه جدا. وانا كنت مقدم مقترح لمحافظ القاهره لتقنين موضوع التوك توك ووضع شروط معينه لسائقي التوك توك، كان من اهمها طبعا انه يكون يعني تجاوز سن 18 سنه ان هو يقدر يطلع رخصة. قدمتك مقترح برضك اني عشان نبتدي نرتفع به السلوكيات اللي بنعانيها في بعض سائقي التوك توك. طب ازاي نرفع السلوكيات؟ لان دي نقطة مهمة. مسألة الخلاف بين السائق والمستخدم على الأجرة دي حاجة شائعة كمان ما بين سائقي التوك توك، لانه العشوائية وصلت الى عشوائية فرض الأسعار حتى. ما هو احنا بقى محتاجين ان احنا نغير ثقافتنا ومنظورنا اتجاه هذه الوسيلة. احنا خلاص اصبحنا عندنا يقين اللي بيسوق التوك توك ده افراد معينة، لا احنا عايزين نبتدي بقى نرتقي بهؤلاء الافراد. وطالما التوك توك اصبح وسيلة لابد منها، تعالي بقى نرتقي بهذه الوسيلة، تعالي نقننها، تعالي نثقل سائقي التوك توك ونبتدي نجهزهم وندربهم عشان يبقوا قادرين على ان هم يتعاملوا مع المواطنين المصريين او المواطنين، يبقوا قادرين ان هم كمان يلتزموا بالقانون بالسلوكيات والاداب العامه. فانا كان ليا مقترح في الموضوع ده، ليه ما نشترطش على اوان لازم يكون في ترخيص للتوك توك، تمام، ترخيص لسائق التوك توك انه ما يقلش عن 18 سنه، رخصته تقريبا هي رخصه الموتوسيكل او الدراجه البخاريه. ليه ما نزودش كمان في الترخيص انه يكون حاصل على الاقل على مؤهل دبلوم تجارة على الاقل؟ احنا كده بنرتفع بالمستوى التعليمي لسائق التوك توك. انا كده عملت حليت مشكلتين. المشكلة الاولى السلوكيات السلبية اللي بنقابلها من بعض سائق التوك توك نتيجة انحدار مستوى التعليم. لما احنا نرفع مستوى التعليم لسائق التوك توك خلاص انا بتعامل مع واحد على الاقل متعلم، فعلى الاقل هيبقى اسلوبه وطريقه معاملته وسلوكياته وادابه العامه هتبقى مختلفه تماما، وممكن فيها قدر يعني من الاتزان. طبعا يا فندم، وممكن نحل مشكله كبيره جدا في الموضوع بتاع السلوكيات والاخلاقيات. نمره اتنين، احنا هنا برضك هنبتدي نواجه
مشكلة سحب العمالة الماهرة من سوق العمل، لأن معظم العمالة المدربة أو الماهرة بيبقوا بدأوا مثلا أنهم يتعلموا الصنعة في سن مبكر 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة أو 15 سنة. لو إحنا منعنا الترخيص من دون ال 18، ولو إحنا اشترطنا أنه يبقى معانا دبلوم، يبقى الأولاد اللي هما بيسيبوا مع مين اللي بيروح يتعلم صنعة ومين بيتعلم الكلام ده؟ اللي هو ولد مثلا ما كملش تعليمه لحد مثلا الابتدائية وطلع ابتدى يشتغل في مصنع أو في ورشة، الولد ده لما أنا يعني مش هخليه أو مش هيبقى قانونا مش هيبقى مناسب إن هو يسوق توك توك، فخلاص مش هيسيب شغله ويروح للتوك توك. يبقى أنا كده واجهت موضوع تسرب العمالة المهرة من المصانع ومن والفلاحين من المزارع والكلام ده كله. على فكرة في نقطة برضك لازم نفهمها كويس، وهنا بقى لازم يحصل تغيير كمان في الوعي الجمعي للمجتمع المصري ونظرتنا اتجاه التعليم. ان احنا دلوقتي عندنا للأسف كلنا ان احنا لازم كلنا نتعلم ولازم كلنا يبقى معانا بكالوريوسات وكلنا يبقى معانا ليسانسات وكلنا لازم نخش كليات، الكلام ده مش مظبوط، مش موجود في كل دول العالم. يكفي بس ده لازم يقابله تعليم فني جيد يقدر الطالب ان هو او الشخص ان هو يقدر يقبل عليه ويخرج منه عماله ماهره محتاجها السوق. ما هو ده اللي انا بقول لسيادتك عليه، يكفي للمواطن مبدئيا كده كادنى مستوى للتعليم انه يحصل على محو الاميه، ثم بعد ذلك اما يلتحق في برامج تنميه مهارات او برامج او مدارس فنيه لتعليم الحرف المختلف، وبعد كده ينزل سوق العمل. ما هو احنا ده هيدخلنا في موضوع تاني معقد، يعني فكره التعليم ما نقدرش ان احنا نحجر عليها على فئه معينه يا فندم. يعني لا مش نحجر، بس انا عندي ما هو خد بال حضرتك اللي بيطلع يسيب التعليم ماشي او يتسرب من التعليم ده بيتسرب لانه هو غير قادر على التعليم. مش لازم كلنا نتعلم معانا زي ما قلت لحضرتك مؤهلات عليا، ده مش موجود في اي دوله في العالم. ما هو عشان كده قلت لحضرتك لازم يبقى فيه تعليم فني. فخلينا ما نخشش في المناقشه في ده عشان ما خرجناش عن الموضوع. ما خد بال حضرتك ده مرتبط بموضوع التوك توك، زي ما قلت لحضرتك احنا عايزين نحل المشكله. نحل المشكله عندنا التوك توك اثر على حاجتين، اثر على الايدي العامله اللي موجوده في المصانع، الفلاحين موجوده في المزارع، نمره واحد، رغم ان عدد كبير من المستخدمين اطفال، يعني تحت ودي السن كمان ودي تحت كمان سن 18 سنه. فعشان نواجه المشكله دي احنا انا اقترحت حلين. نمره واحد ان احنا لازم التوك توك يكون ليه ترخيص، وان سائق التوك توك لا يقل عن 18 سنه، يبقى احنا كده منعنا كل اللي حضرتك بتقول عليه ده. خلاص الاطفال واللي هم عندهم 15 و11 سنه والكلام ده كله اتمنع. تمام. نمره اتنين احنا عايزين نرتقي بسلوكيات سائق التوك توك. احنا صعب جدا ان احنا 3 مليون سائق هندربهم، وصعب جدا الدوله تقوم بكل حاجه. طب ايه الحل؟ خلاص نخلي سائق التوك توك ده ليه مؤهل، يعني ايه ما يقلش عنده بلوم، يقول كده اللي هيرخص توك توك ما يقلش عنده بلوم تجار. طب ما هو ممكن هو ده مقترح حضرتك في القانون، بس ما يعني اذا كان حد دبلوم تجاره هل هيكون اختياره انه يكون سائق توك توك؟ ما ده سؤال مطروح كمان. ما فندم احنا مش شرط كل اللي معاهم دبلومات، اولا خلينا نقول ان معظم خريجي الدبلومات والمدارس المتواجده حاليا كلهم بيطلعوا من غير شغل، وعندنا بطاله كتيره جدا جدا من حاملي المؤهلات المتوسطه والفوق متوسطه حتى العليا، ما لهمش سوق عمل، ما لهمش شغل. ايه المانع ان دول يسوقوا توك توك؟ مش عيب على فكره، مش عيب طالما هيكون وظيفه ليها شكل وليها احترامها وليها توظيفها القانوني وتحت طائله القانون، خلاص ايه المانع؟ على فكره في بعض الدول الاوروبيه بيشترطوا على سائق المركبه الاجره انه يكون حاصل على تعليم قدر معين من التعليم او من تدريب معين عشان يعرف يتعامل مع المواطن والكلام ده كله. احنا مش هنقدر نقوم بالكلام ده او ما عندناش القدره ان احنا نقدم مثل هذه البرامج، فاحنا ممكن نشترط انه يكون في تعليم معين ولو حد ادنى دبلوم. يبقى احنا كده ارتقينا بسائق التوك توك ببقى انه هو اللي فيه المشكله دلوقتي. معظم الجرائم دلوقتي بتحصل عن طريق، مع الاسف، لانه بيستغل في جرائم بشعه لانه تحركاته ما بين القرى والنجوع، وده بيؤدي لجرائم كتير. وللاسف برضك ان سائق التوك توك بدون ترخيص معظمهم تحت السن،
ما يصعب الوصول ليهم، يصعب الوصول ليهم بعيدا عن التنظيم القانوني اللي عليه حكم واللي هربان من حكم. الكلام ده كله بيسوق التوك توك. لو احنا بقى قننا الموضوع وفرضنا على التوك توك ان يكون سائق التوك توك عنده لا يقل عن 18 سنة، تمام، يكون عنده رخصة، يكون عنده مؤهل لا يقل عن دبلوم عشان نرتقي بالسلوكيات العامة، خطوط السير كونه ما يكونش عائق مروري. ده كمان نقطة مهمة، احنا تعدينا نقطة يعني رؤية حضرتك لمواصفات سائق التوك توك. طيب خطوط السير كمان نقطة مهمة، لانه بنشوف حالة من العشوائية بتظهر في بعض الشوارع الرئيسية وممكن يتسبب في حوادث كبيرة جدا. هنا بقى نرجع للقانون وسطوة القانون وقوة القانون. يجب أن يقنن التوك توك في كل مراحله، سواء سائق التوك توك أو قانون تنظيم سير التوك توك، ما كل ده يقع تحت قانون استخدام التوك توك. تنظيم سيره ده لازم يكون فيه قانون ينظم ده. يعني احنا مثلا، وعلى فكره في فعلا، هي المشكله في التوك توك ان هو ما بيرخص في القاهره، بيرخص في الاقاليم، ما بيرخص في القاهره. معنى كده انه بموجب القانون ده انه فتح مجال الترخيص هيخليه يرخص في المحافظات اللي ما بيتمش فيها ترخيصه منها القاهره. ما احنا دي بقى نفهم كده من القانون. خد بال حضرتك احنا عندنا اشكاليه كبيره عشان برضك الناس تبقى معانا. التوك توك كمركبه وفقا للشروط الفنيه اللي وضعها المرور ان هو يستخدم كاجره، قال لك ان هو لا يصلح لان هي وسيله غير امنه بالذات في القاهره، تمام، وبيرخص فقط في الاقاليم وبعيدا عن الطرق السريعه والطرق الايه العامه والعموميه. فعشان كده لما بتيجي تستخدميه في القاهره ما بترخصش. يبقى احنا الاول لازم نحل اشكاليه ترخيص التوك توك، وهنا لازم نكون واقعيين. المرور بيصر على اشتراطات لازم تتوافر في المركبة الأجر، والاشتراطات دي مش موجودة في التوك توك. طب احنا لازم نتحرك بقى نحل المشكلة. طب احنا هنقنن الإجراءات ازاي؟ ما بقول لحضرتك اهو، لازم يكون في تحرك خارج الصندوق. احنا دلوقتي عندنا مشكلة لازم نحلها، ايه هي؟ في توك توك اصبح واقع. طيب دعوه وزير التنميه المحليه، هل يفهم منها انه ممكن يتم ترخيصه في المحافظات اللي ما كانش بيتم ترخيص هو فيها؟ هو فندم دلوقتي من فتره ومن اول ما طلع وهو بيرخص في المحافظات. احنا ما عندناش مشكله على فكره في المحافظات في ترخيص التوك توك، المشكله في التوك توك في القاهره. في القاهره فقط. القاهره ممنوع ترخيص التوك توك فيها. حليناها ان احنا قلنا طب ممكن نرخص التوك توك جوه المناطق العشوائيه في القاهره وبعيدا عن الطرق العامه وطرق رئيسية. احنا بقى محتاجين ده نصيغه فيه قالب قانوني ويبتدي يعمم ويطبق ويبقى موجود فعلا. يعني انت لو رحت دلوقتي اي وحده ترخيص مرور في القاهره في اي حته حتى لو حته عشوائيه قلت لهم عايز ارخص توك توك هيقول لك ما عنديش، ما فيش ترخيص، ما فيش. يبقى الاول لازم يكون في قانون لترخيص التوك توك. الداخليه او المرور ليه حق فعلا، لازم يامن وسيله انتقال المواطنين لان دي مواصله عامه. طب ما ايه المانع ان المرور يبتدي يتحرك، ان يبتدي يامن التوك توك؟ فلازم يبقى مقفول، لازم يبقى ليه باب اللي هي وسائل الامان السيفتي اللي تبقى موجوده عشان يرخص. يبقى نعمل قانون كامل ومتكامل بحيث نقدر نرخص التوك توك ويبقى امن ويبقى غير مخالف للمعايير يعني بتاعه المرور. مخالفاته الشكليه تختلف انه يبقى له اربع بيبان بشكل معين، لا يعني هو يبقى مقفول. هو مشكله يبقى مقفول. مشكله التوك توك ان هو اولا بثلاث عجلات طبعا، واثنين ان هو مفتوح ودي بتفتقد للامن والامان للمستخدم. صعب نغير المواصفات، لازم بقى تتغير وفقا للمعايير اللي وضعها وضعها المرور من اجل حمايه. خدي بالك برضك المرور عايز يحمي المواطن اللي بيستخدم الوسيله، فبيوصف له او بيدي له وسيله امنه 100%. ولكن احنا عندنا فرد كده جه علينا اسمه التوك توك واصبح 3 مليون شاب فاتحين بيوتهم بيه. 3 مليون شاب على فكره باسرهم، وغير ال 3 مليون ورش، يعني حط كمان بتاع 200 الف اسره كمان، غير 24 مليون بيستخدموه. بيستخدموه شايفين وسيله مريحه ليه طبعا. وبعدين في الاماكن العشوائيه، طول ما في اماكن عشوائيه لازم يكون في توك توك. انت عندك اماكن شوارع ضيقه ضيقه متر في متر، هيعمل ايه؟ طب احنا دور المواطن نفسه، فانه يعني هو الجميع شايف انه تقنين اجراءات ترخيص التوك توك ده لصالح الجميع، دور المواطن عشان يدعم هذه المنظومه في تعامله
وشكل تعامله مع سائقي التوك توك او مع هذه المركبه كوسيله تنقل؟ بصي احنا الاول لازم نبتدي من المسال او الهرم بالطريقه المعدوله. احنا قبل اي حاجه لازم ندي المواطن وسيله امنه ومؤمنه ومرخصه نمره واحد. يبقى لازم زي ما وزير التنميه المحليه نادى وقال لازم يكون في قانون لتنظيم مساله التوك توك ده على مستوى الجمهوريه كلها بما فيها محافظه القاهره. يحط شروط معينه سواء بقى للسائق سواء للمركبه نفسها بحيث نقدر نضع التوك توك ده تحت طائله القانون. ويكون في خطوط سير معينه ويكون خطوط السير دي يلتزم بيها ويكون في رقابه جيده من الاحياء ومجالس المدينه ومن شرطه المرور للالتزام بهذه المحاور لطرق السير اللي هي بتبقى داخل الشوارع البعيده عن الشوارع الرئيسيه والشوارع العامه والطرق السريعه، ده حفاظا عن حياه المواطنين. ولازم يطبق القانون وبصرامه. على فكره يكون في مخالفات يعني او عقوبه صارمه على المخالفين. طبعا طبعا. بص يا فندم احنا عندنا قوانين كتير، المشكله في ايه؟ تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. يبقى اللي هيخرج يا جماعه لسائق التيك توك طبعا ده بعد ما تحطيهم تحت طائله القانون، يعني لما تحط ترخص لهم عشان تعرفي تمسكيهم وتكلميهم. اصل انت دلوقتي هتطلعي تقولي التوك توك لازم يمشي في الحته الفلانيه. طيب انا توك توك مخالف هتعملي معايا ايه؟ ولا معايا رخصه ولا معايا اي حاجه ويمكن ما معيش بطاقه كمان. هتعملي معايا ايه؟ لكن انا لما يكون سائق التوك توك عنده رخصه وبيجي كل سنه بيجدد رخصه وبيجي كل سنه المرور بيكشف على التوك توك وبيشوف ايه الوسائل السيفتي اللي فيه ومعايير صلاحيته والكلام ده كله، ولو مشي في الشارع ومخالف في نمره اقدر اخدها عشان اقدر اثبت مخالفه. والاهم والخطوره الاكبر يعني غير الانفلات السلوكي استخدامه في عدد كبير لا يستهان به من الجرائم، دي نقطه شديده الخطوره. ايوه يا فندم، ما هو دلوقتي هو ما عندوش نمره. هو ايه اللي بيخلي انا كمواطن لما اشوف توك توك ما عليهوش نمره المفروض يكون عندي الوعي الكافي ان انا ما استخدموش؟ دي واحده من الامور اللي احنا بنتكلم. بس ده بعد تقنينه. بعد تقنينه طبعا، لان هو دلوقتي كله حاليا كله ما عندوش. انت عارف حضرتك من 3 مليون توك توك 100,000 توك توك المرخصين 100 فقط وكلهم خارج القاهره على فكره. كل داخل القاهره ما فيش ترخيص لتوك توك، فالتكاتك كلها اي حد بيروح يجيبه يركبه ايا كان الحد ده. طفل صغير، راجل كبير، عليه قضيه، مجرم بتاع ماشي مثلا واخد مواد مخدره او واخد مواد مخدره. لانه التعاطي وتحليل التعاطي ده كمان مهم في معرفه وفي اختبار سائق التوك. هنرجع لنفس الكلام، ان لما نحط تحت طائله القانون هنقدر نتحكم في كل هذه المعايير. ان احنا هنقدر انا لو ضابط مرور هقدر اوقف التوك توك واقدر زي ما بنعمل مع التاكسي وانزل السائق واعمل له تحليل فوري، ولو لقيته مخالف اقدر اخد نمره التوك توك وامنع واسحب منه ترخيصه واعطيه ده عاقب السائق المركبه لان هو تحت طائله القانون. لكن هو دلوقتي خارج عن طائله القانون بيمشي ويفعل ما يحلو له وما يشاء. ولا تقدر يعني انت دلوقتي لو توك توك عمل كارثه وهو بيجري ما هتعملي ايه؟ هتاخدي ايه نمرته؟ ولا هتقدري تعملي اي حاجه، ما لحقتهوش خلاص خلص، الموضوع خلص. الموضوع انتهى. وده بيدي طمأنينه لكثير من خارج على القانون ان انا استخدمه في السرقه وفي كل المخالفات القانونيه. ومحدش هيقدر يعمل لي حاجه، يعمل لي ايه؟ ده انا بشوف اطفال عندهم 9 سنين 9 سنين بتسوق توك توك. ده شيء في منتهى الخطوره كمان. 9 سنين، طب 9 سنين ده هتعملي معاه ايه؟ ده ولا معاه بطاقه، ده انت حتى لو انا حتى مسكته وحاولت ان انا حتى اعاقبه عاقبه ازاي؟ هعمل معاه هسحب ايه حتى منه؟ مفيش. فاحنا الاول لازم زي ما قال السيد وزير التنميه المحليه لازم يكون فيه تقنين للتوك توك وبسرعه. عايزين بقى هي فكره بسرعه، يعني امتى ممكن ننتظر قانون وتفعيل ليه؟ بما اننا بنتكلم عن ظاهره يعني خطيره ليها جوانب كثيره سلبيه. بصي اقول لك المشكله في ايه، احنا ما زلنا لحد الان في شد وجذب بين رايين. راي يقول لك لا يا جماعه التوك توك ده مرض خطير وظهر وتسبب في انهيار الاقتصاد وسحب العماله ونشر الجريمه ولازم يتلغي ونمنع استيراده وندبح كل اللي بيسوق تكاتك ده راي مش واقعي ومش عملي. فندم الكلام ده مش واقعي ومش هيحصل ومش عملي، وكده المشكله بتتفاقم واحنا برضك بنفتقد اليات الحل. لازم عشان نحل المشكله لازم نعترف بيها ونواجهها. خلاص التوك توك
أصبح ضرورة ملحة، يعني سوري يعني شر لابد منه خلاص، هو أصبح موجود وأصبح وسيلة بتخفف الأعباء عن كثير من المواطنين، بتوفر دخل لكثير من الشباب. طيب الحل إيه بقى؟ الحل إن احنا نبتدي التوك توك ده اللي هو عامل لنا صداع وعامل مشاكل نبتدي بقى نحطه في قالب قانوني، نتجنب الكثير من آثاره السلبية ونستفيد من إيجابياته. ده مش هيحصل إلا لما نعمل حاجتين زي ما قلت لك كده، نواجه المشكلة خلاص التوك توك أصبح واقع، يبقى لازم كل الأجهزة تتعامل معاه كواقع خلاص. يبقى أنا كمثلا مرور أنا شايف إن هو وسيلة غير آمنة، لا يبقى أنا أقعد أفكر إزاي أأمنه، إزاي أأمنه. لازم الأهم سرعة كمان إصدار القانون طبعا يا فندم، والقانون اللي بيعوق إصداره زي ما قلت حضرتك هو أصيه حلقة متصلة هتلاقي رجع تاني يقول لك أصلا مش هينفع رخص، أصل الوسائل الأمان مش متوفرة فيه. طب يبقى لازم الأول نبتدي نشوف ونقعد نحل مشكلة تأمين التوك توك إزاي عشان نبتدي نرخصه، عشان نبتدي نضع كل هذه المنظومة في قالب قانوني وفي إطار قانوني، فنقدر نحاسب بقى السائق ونقدر نظبط خطوط السير بتاعته ونقدر نظبط العملية. وعلى فكرة ده 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 اقتصاد، يعتبر اقتصاد مهم جدا 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 ودخل مهم جدا جدا في خزانة الدولة. لأن سائق التوك توك اللي بيكسب ده ما بيدفعش ضرائب كل سنة. يعني أقول لحضرتك حاجة، الثلاثة مليون توك توك دول يعني تخيلي لو دفع كل توك توك 2000 جنيه ضرائب في السنة، شوفي بكام بتكلم. طيب في 600 دي نقطتها كمان توضع فيه، لا دول بيروحوا من ميزانية الدولة، ده جانب مهم يوضع فيه. إذا وضع التوك توك في إطار قانوني ده هيضر على الدولة عائد من الضرائب. تمام، دي نقطة جديرة بالذكر. أيضا بشكرك أستاذ محمد الكومي عضو مجلس النواب، مع الأسف الوقت المخصص لهذا الحوار انتهى، أرجو أن احنا نكون وفينا كل النقاط المتعلقة. أشكرك جزيلا، أشكركم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.